صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ كي دايره صحيحه؟ كي دايره اموركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. انتم كتشوفوا لا فيديو ديالنا ديال اليوم. اليوم في الصراحه فيديو زوين، جليل بيت البيع اللي كيعجبوكم. تعطلت عليكم ولكن مع الوقت مع كتكون عندنا البنات الخدمه كثيره وهذا الحمد لله، اللهم لك الحمد. ما كنقدوش نوفقوا بين لي فيديو وبين الميساجات وبين كتجي شويه صعيبه. كان نعتذر بالنسبه للناس اللي مازال ما جاوبتهمش في الواتساب، والله القسم الا كنحاول كنقين نجاوب ولكن ما كنقدرش نجاوب كلشي، كنعتذر من هاد الناس. شنو تاني؟ الناس اللي يلاه دخلوا جداد وكيسولونا حنا فين كاينين، حنا كاينين في اقامه الازهر فوق البرنوصي اون فاس النادي ديال الوفاء. غير الناس اللي ما عرفتش تجي عندنا دير غير دير فويز، دير صيدليه مدينتي. حنايا راه الصيدليه فوق منا، فارقنا التيران وحنا تحت من التيران، فهمتوا؟ حنا لتحت كاين التيران، كاين الصيدليه فوق منا، فهمتوا؟ هذه هي المهم صيدليه مدينتي فويز، كتجيبك حتى لعندنا. مرحبا بكم والف مرحبا، مرحبا بالناس اللي التحقوا بنا جداد، مرحبا بالناس اللي ديما منضمين لنا القناه دوسي، مرحبا بكم والف مرحبا. مرحبا بالناس اللي كيخليو لي لي كومونتير زوينين، مرحبا بالحاجات، مرحبا بكم كاملين واحد واحد واحد. البنات نبداو بمشيئة الله. البنات كنعطيكم العبارات، ما كنبغيش نخدم لكم بلي طاي اكس ال والال والام وداك الشيء ما كيكون ممضبوطش في الجلابه المغربيه. كنفضل ان السيده اللي تشري ما عندي جلابه اون فوا تلبسها تجيها هي هذه قياسة. علاش كنتعطل وكنعطي العبارات وكنعطي مثلا كتاف طول لكم الصدر لي هونش، هادشي كله كنعطيه باش نتيا ملي توصلك الجلابه توصلك عبارك. ما انا اسهل ليا نعطيك لي طاي اكس ال صافي، والاكس ال يلبسها الال ويلبسها وداك الشيء ما مضبوطش فريمون، ما مضبوطش. كنبغي نعطيك كتاف طول لكم الجلابه تجيك ناضيه نعود واش. ويا الله معايا. نبداو باول جلابه لعشاق النواغه البنات، عندنا فيه جوج غزاله البنات، هذه فنه كتعجب الناس كاملين. هذه البنات اللون في اللون، شفتوها فيها رباطيه اللون في اللون، ها هي فيها الكميمات، فيها ضفيره هابطه حتى لتحت وسنينات هابطين حتى لتحت وسنينات دايرين بالكول بالقبيب. المليفه ديالها مليفه جيمه البنات، زوينه اللون في اللون، هذه غزاله غزاله. عندنا فيها جوج حبات، شفتوا البنات طريزه كي كتبان فنه، عندنا فيها جوج حبات البنات. بالنسبه للطاي الاولى عندنا 39 في الكتاف، 57 في طول لكم، و16 في راس لكم. راس لكم البنات هو هذا، عندنا فيه 16، عندنا 29 في الصدر، 31.5 في لي هونش، والطول متر و36، وكتزاد اللي بغى يزيد كتزاد حتى 4 سنتيم البنات، حيت حنا كنعطيو 8 سنتيم لداخل، يعني كتوصل متر و40. الثمن ديال البيع ديال هاد الجلابه 700 درهم و50 درهم امانه، فنة. كاينه هذه البنات وكاينه بحالها، هذيك تخدمت في المليفه جيم، هذه تخدمت في مليفه اميره. افتحي القدام البنات، الاولى فيها افتحي في الجناب، هذه فيها افتحي القدام. بالنسبه للعبارات ديال هذه ماشي، نتاكد من الكتاب هذه طاي كبيره البنات، طاي كبيره، الكتاف فيها 49، طول لكم 60، 32 في 32 في الصدر، و 34 في لي هونش، والطول متر و40. زوينه هذه فنه بحالها بحال هذيك لا ميم، فهمتوا البنات؟ غير لي طاي اللي مختلفين ومختلف التوسي ديالها. هذه مليفه اميره والخلو الاخرى مليفه جيم، زوينه.
جوجهم نفس الثمن البنات وخمسين درهم امانه. كاينه هذه المليفه اللي زوينه حتى هي فنه، هاد الجلبيه في الموف غزاله، شوفوا الطريزه اللي فيها جات فنه، جات الخدمه ديالها زوينه، زويوقه غزاله واللون حتى هو في نيون. البنات هذه فيها 37 في الكتاف، فيها ارتيحات في الجناب، 37 في الكتاف، 60 في طول الكم، 26 البنات في الصدر، و 26 ونص، و 29 في ليهانش، والطول متر و 37. نيونة غزالة هادي، نيونة، الثمن ديالها 800 درهم و 50 درهم أمانة. البنات دو بياس بقات عندي وحده غير هادي هي اللي بقات غزاله، شفتوها فيها القبيب حتى هو، فيها هنا فيها الكميمات، طريزه غزاله طرزت بالكافيار فنه، فيها الفوقاني الجلابه قطيب هابط ماكينه وتخراس، التحتاني راندا هابطه تلتحت رقيقه، الحرير هذا قفطان ديال الحرير، والجلابه تخدمت في المليفه جيم، يعني شي حاجه غزاله. البيع ديالهم تباعوا دايرين 1300 درهم و50 درهم امانه، واللي وصلت الجلابه كيقول لي وسام الصلاه نبيع عليك. الحمد لله. بالنسبه للعبارات ديال هاد الجلابه فيها 45 في الكتاف، طول الكم 59، الصدر 30 ونص، الحوض 32 ونص، والطول متر 32، ولكن القفطان كيبقى يبان البنات، وكنزيدك الطول كيف بغيتي. فنة هادي غزالة. ولعشاق الراندا البنات، زوينة هاد الجليبية فنة مخدومة غزالة، تخدمتها البنات رقيقة، راندا رقيقه سبعه الالوان، تخدمت في الكريب شي حاجه غزاله ما نذكروش عليها. العبارات ديالها هذه طي ستوندار، نعطيكم العبارات البنات شفتوها فنه. بالنسبه للعبارات البنات الكتاف 39، طولكم 61، صدر 28، ولي هونش 31، والطول متر و 42. شوفوا الالوان اللي درنا فيها غزاله، راه ندفنا وحتى الدريس غزال، شو هذا الدرس ديال الطاووس غزال، والخدمه فنه، والثوب زوين، كلها في الصراحه مخدومه واعره، فتيحات في الجناب غزاله هذه فنه. ثمن البيع ديالها كنبيعهم ب 1200 راندا البنات، كلها مونتاج باليد، 1250 درهم امانه. وراندا البنات ما نتذكروش عليها، خليني من ديك الراندا ديال العقادي وديال راندا، رقيقه رقيقه على جوج شعرات البنات فنه، شوها كنخدموها حنا رقيقه. انا الا غنخدم الراندا بالغليظ ودا ما كنشدهاش وما كنتعاملش مع البنات اللي كيخدموا ديك راندا الغليظه. البنات كاينه هذه اللي فنه حتى هي، اللون في اللون غزاله في الموف، هاد اللون فن هذه 700 درهم و50 درهم امانه، تخدمت في الكريب وتخدمت عين عقده قطيب هابط حتى لتحت البنات، وتخراس باليد، واللون في اللون، فتيحات في الجناب. بالنسبه للعبارات 40 في الكتاف، 58 في طولكم، 28 في الصدر، و 30 في ليهونش، والطول مترو 34. شفتوها فنه، طريزه شي حاجه زوينه فنه زين. كاينه هذه البنات اللي تخدمت اللون في اللون، وتنبتات البنات راه منبته شفتوها،
ونبتنا هاللون في اللون جات فنة الصراحة، تنبتت بالماتسونو. الناس اللي كتبغي تنبات وكتقول لك ما كنزعمش عليه، كنبغيه زعما يكون اللون في اللون، هذه جلابة فنة شتوها. هاي حتى في الكميمات شوت النبات ديالها غزال اللون في اللون. مليفة البنات ديال الجيم اللي كنخدموا بها حنا غزالة فنة. العبارات ديالها 40 في الكتاف، 58 ونص في طول الكم، 28 في الصدر، و 32 في الهونش، والطول مترو 37. الثمن ديالها 800 درهم و 50 درهم أمانة. وكاينة هادي البنات اللي مسولدية اليوم، الثمن ديالها 500 درهم و 50 درهم أمانة. تخدمت في الزموري في الكخاب، عطينا هاد اللوينات فنين البنات. الثمن الخدمة بوحدو داير 600 درهم عاد التوب. هذا هو هادي هي السولد اللي كاينه اليوم البنات، فنة غزالة 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 فنة. بالنسبة للعبارات ديالها البنات، 41 في الكتاف، 67 في طولكم، 27 في الصدر، و 29 في ليهونش. غزالة هادي البنات غير مسولدية. يلا البنات وكاينة هادي البنات سلان، شي حاجة زوينة فنة غزالة في الموف حتى هي في الكخاب. سلان لون في اللون، شي حاجة زوينة تلبسي تحت منه أي قفطان عندك وأي لون، الابيض النوار اي حاجه كتستافدي منه. شو البنات شوفوا السلان كي داير، محبوك باباه مخدوم غزال. افتحات في الجناب، ضفيره هابطه حتى لتحت، سنينات هابطين، الكتاف 40، طولكم 60، 28 ونص في الصدر، 33 في ليغونش، والطول مترو 37، وكنزيدو كيف ما بغيتي. ديما كنخليو ديك 8 سنتيم البنات. الثمن ديالها دايره 1000 درهم و 50 درهم امانه. كما كتعرفوا السلان كيدوز باليد، شفتو وخدمته خطيره وش حاجه فنه في الصراحه. اليوم عطيتكم الفيديو البنات بالاثمنه. كاينه هذه البنات اللي غزاله، هذه في لاموطا، خدمت البنات اللون في اللون بالكروشي. شوف الكروشي زوين ما تذكروش على الخدمه كي دايره، شفتوها جات طريزه هنا باللوينات واللي تواتاو البنات مع الخدمه. وهاد لاموطارد هذا البنات دخلنا فيه هاد الشويبي، هذا دخلنا فيه هاد الصفيفر، دخلنا فيه هاد الغوز، يعني جات غزاله جات فنه فنه حمقاتني. الكتيفات 41، 60 في طولكم، 30 في الصدر، و 32 في ليهونش، والطول البنات مترو كيمشي مترو 40 مترو 42، و الا بغيتي تنقصي راه كنقصو لك. فنه غزاله، الثمن 800 درهم و 50 درهم امانه. كاينه هذه البنات اللي تخدمات في الموف وبتنبات، جات زوينه، تخدمت نص ثوق قيطان صم، تنبتات باللوينات بالماتسونو. افتحات في الجناب جات زوينه، 38 البنات في الكتاف، 59 في طولكم، 28 في الصدر، 31 في ليهونش، والطول مترو 36. الجلبات اللي حطينا البنات كلهم اليوم للبيع، شي حاجه زوينه غزاله، ومازال خدامين في القفاطن. القفيطنات كلهم تباعوا، بقاو عندنا غير هاد الجوج البنات هما اللي مازال الباج، وكانوا حتى كومونداو واحد الناس. الذكرى البنات للذكر الناس الصراحه، لا اله الا الله، التعامل ديالهم ماشي كلشي كان ستتني. ما باغاش شري، علاش كتحبسي عندنا البيع؟ هاد القفاطن هادو ما نعاودش لك، ملي حطيناهم للبيع بزاف الناس بغاوهم، كنصيفطوا لي ميساج اختي تباع اختي تباع اختي تباع، كنتفاجئوا الغد ليه ما كتبقاش تجاوبك السيده، ما عرفتش علاش زعما الله يصاوبو صافي. اللي ما باغاش يشري مات بلا ما تبقى تبرزطنا، كاينين الناس باغيين يشريو الحمد لله، عندنا اقبال على المنتوج ديالنا. يعني ما كاين لاش دوخ
اللي تبرزطينه وتحبسي لنا البيع وهذا هذيك الوقيته كنكونوا نبيعوا يعني ما تبرزطيناش كتافي انك تاخذي لي موديل اولا تفرجي وهذا ما فهمتوا البنات يعني ملي كتحبسي لنا البيع ديالنا ديك الوقيته كنتبرزطوا كنحبسوا الناس حنا وحدين اخرين باغا تشري وما باغاش تفلا وكتولي انت حابسه انا البنات قبل ما نسال لا فيديو ديالنا ديال اليوم ما تنساوناش من لي لايك عطيونا لي لايك بزاف وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ولهلاي خطيكم عليا وشكرا على الوفاء ديالكم للقناه لينا شكرا على على كل شيء الصراحه البنات رحنا درنا تيك توك اللي مازال ما دخلتش عندنا التيك توك دخل عندنا تما كيبانوا في الصراحه لي موديل مزيان 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 بدينا كنلوحوا فيه نسيت البنات غنخلي لكم السكرين ديالو في اخر لا فيديو ودخلوا عندي مرحبا والف مرحبا ودخلوا عندنا حتى الانستغرام مرحبا بكم حتى الانستغرام غنخلي لكم السكرين ديالو ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله والناس اللي كيسولونا على قفاط البيع كاينين الركطه كاين بزاف البنات القفاطن ديال البيع شي حاجه زوينه والطوب غزاله غزاله والله القسم اللي خدمتها غزاله ديال الشهوه والناس اللي كتسولنا على الكاشمير واش بديتي يا البنات البنات تفاهمنا مع الفورنيسور دخلنا الكاشمير غير حنا ما عارفوش غنخدموه دابا باش هكا باش ما يدخلش لنا مع الخدمه ديال العيد والوان واعرين واعرين اللي اختاريت من الكتالوج اخر حاجه جايه وداخله ديال هاد الشتوى بقاو معايا ديما نعطيكم جديد ديما جديد وديما خدمه زوينه معايا انا وما تنساوناش باللي لايك خليو لنا لي لايك وخليو لنا البارطاج بارطاجيو لنا القناه صيفطيها لصحاباتك خوالاتك عماتك اي وحده عزيزه عليك وحتى اللي ما عزيزش عليك صيفطي ليها القناه ديالنا باي باي.